المعنى اللفظي فقد كانت ليلة سوداء مظلمة وقاتمة الظلام، حيث إن الزنزانة كان بها لمبة كهربائية في السقف، ونتيجة للهزة التي أحدثها الباب عند فتحه اهتزت اللمبة وسقطت على الأرض، وأصبحت وحيدا في تلك الزنزانة في ظلام دامس وليلة سوداء بكل ما تحمله الكلمة من معاني. لم تسنح لي رؤية الزنزانة من الداخل إلا لمدة ثوان معدودة، وهي اللحظات التي مرت بين انفتاح الباب وبين اللحظة التي سقطت فيها اللمبة الكهربائية على الأرض. كل وصفي لهذه الغرفة كان معتمدا على التحسيس باليد في الظلام الدامس الذي لا ترى فيه شيء على الإطلاق. وبرغم المعاناة التي كنت أشعر بها في مكان ضيق ومغلق ولا أعرف ما الذي يدور حولي، إلا أنه قد يكون ذلك رحمة من عند الله، فربما كانت هناك كائنات بشرية أخرى تمشي من فربما كانت هناك في داخل الزنزانة كائنات أخرى. إن المكان ظلمة ومن الشايف ده نعمة من عند ربنا، لأن عشان ما شوفش البلاوي اللي جوه. فربما كانت هناك كائنات أخرى تمشي من حولي، ولو رأيتها أزداد حجم المأساة. فأحيانا يكون عدم رؤية أفضل من الرؤية. ولكن أكثر ما كان يقلقني هو بعض الصراصير التي كانت تحاول أن تتسلق على وجهي، وعندما تلامس أرجلها الصغيرة القزرة وجهي تنتابني قشعريرة وإشمئزاز فوق الوصف من الخيال، فوق الوصف وفوق الخيال من هذه الصراصير القزرة. أنا في هذه الحالة أرتدي تي شيرت وشورت، أرتدي شورت وفانيل التي شيرت بنصفكم. وقد حاول أحد الصراصير التجول على ذراعي الأيسر، فاضطررت لضربه بالكف الأيمن، فوقع قتيلا ملطخا بدمائه القزرة التي لطخت ذراعي ويدي. وبرغم ذلك كان لابد أن أتحسس معالم الجثة بأطراف أصابعي حتى أتعرف عليه، ومن هنا عرفت أنه صرصار وليس عقربا. وربما كانت هناك عقارب ولكني لم أراها في الظلام. أنا بوجه عام في حياتي إنسان متفائل، ولا أحب أن أستعمل الألفاظ المتشائمة، ولكن من أجل الأمانة في وصف هذه الليلة لا أجد في قاموس اللغة وصفا يناسب هذه الليلة إلا أن أقول عنها إنها بالفعل كانت ليلة سوداء.